وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ونحن بين هذه الأشجار وهذه الخيرات، ألا يحق لنا أن نقول أفلا يتدبرون؟ آيات من الذكر الحكيم وآيات من الكون العظيم، نقدمها لكم من خلال مشاهد طبيعية حية مما خلق الله سبحانه وتعالى. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، لنقدر الله حق قدره ولنشكره على نعمه من خلال برنامج أفلا يتدبرون، ترقبوه خلال رمضان على قناة النهار إن شاء الله.